الله الدنيا قد تسعد بها أيما سعادة إذا عرفت الله، وقد يشقى بها الإنسان أسوأ شقاء إذا غابت عليه معرفة الله عز وجل. الدنيا جيف طلابها كلابها، والدنيا دار المؤمنين. المؤمن يسعد في الدنيا، ولما خاف مقام ربه جنتان. العلماء قالوا جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، وفي آيات كثيرة جدا تتحدث عن المؤمنين هم في جنة. يعني بيقول لو ماذا يفعل أعدائي بي، أحد العلماء: إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ الإنسان حينما يعرف الله عرف كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان.